السلام عليكم. تم في بحر الأسبوع هذا عملية تهديم كل البنايات المقابلة لساحة الشهداء على مستوى الواجهة البحرية، وذلك لتوسيع الفضاءات التي سوف يتم تهيئتها على مستوى الميناء الصيد نتاع مدينة الجزائر العاصمة. وأنا أملنا كبير إن شاء الله أن يتم القضاء على هذا الميناء في وتحويله إلى الولايات المجاورة أو إلى المدن المجاورة. المهم يجب على السلطات العليا في البلاد نقل هذا الميناء تاع الصيد من مدينة الجزائر العاصمة وتحويله إلى المدن المجاورة، إذن إلى أراد الحفاظ على مناصب الشغل تاع الصيادين، لكن إبقائه في المكان هذا أمر غير لائق وغير مجدي بتاتا. إذن إن شاء الله العملية تاع التهديم وتوسيع الفضاءات المقابلة لتهاليس تاع ساحة الشهداء سوف تعطي نفس جديد للمشروع تاع التهيئة تاع الواجهة البحرية لمدينة الجزائر العاصمة. أترككم تتبعون والسلام عليكم.